السلام عليكم ورحمة الله، يسعدني أن ألتقي بكم اليوم وأتكلم نيابة عن فريق عمل شركة OJDC ماروك، وهي شركة مغربية متخصصة في مجال صناعة خزانات لستغن بجميع أنواعها، مع تخصص في صناعة آلات صيانة الطرقات وكل ما يتعلق بالإسفلت لبيتيم. بعد تجديد العديد من أنواع الرشاشات الإسفلت ريبوندوز لبيتيم واكتساب بعض الخبرة في هذا المجال، مع تجميع بعض الملاحظات والمشاكل التي تواجه المشغل لوبيراتور أثناء العمل، نقدم لكم اليوم منتوج من صناعة مغربية وهو رشاش أسفلت ريبوندوز أبيتيم، واخترنا له اسم أفريك سبراير، ويتميز بشيئين هما الحداثة والأصالة، وتتجلى في الحفاظ على بعض الخصائص القديمة مع تحديثها، أي إعطائها رونق جميل وإضافة بعض التقنيات التكنولوجية كالتحكم في الرشاش من داخل المقصورة ومبرمجات أوتوماتيكية للتحكم في جرعات إسفلت لدوزاج دو بيتيم من 0.200 كيلوغرام في المتر مربع إلى 2.5 كيلوغرام في المتر مربع. بالنسبة لمواصفات أفريك سبراير، نبدأ بالخزان لاكيف. سعتها ما بين 5000 لتر إلى 10000 لتر، مصنوع من الحديد E24، بالإضافة إلى احتوائه على غلاف من الصوف الصخري لين دو غوش بسمك 10 سنتيمتر، مع غلاف خارجي من الإنوكس اللامع والمقاوم للصدى للحفاظ على حرارة الإسفلت لبيتيم، مع وجود ممر آمن للصعود لفوق الخزان لاسيتيرن لملء الخزان لاسيتيرن. حينما نتحدث عن عازل حراري، لدينا هنا نظام التسخين، ويطلق عليه تسخين غير مباشر عن طريق إطراق اللهب الناري وسط أنبوب خاص بالحرارة مع مخرج للدخان، وهو مصنوع من الإنوكس ويكون إما مانيوال أو أوتوماتيكي، مع وجود مساحة كافية للمشغل لوبيراتور للتحكم في الرشاش من الخلف، كما يمكن التحكم فيه من داخل المقصورة. كما تلاحظون معي، الخزان متصل برشاش لاغومب، مسافته 4.20 سنتيمتر، ينقسم إلى 3 أجزاء، جزء أوسط وجزئين متصلين بمحورين لاجينوياغ. هذا النوع من الرشاش لاغومب لديه ميزة، وهي الدوران عند ملامسة شيء صلب في طريقه، مع إضافة حاجز واقي للرشاشات لبروتكسيون دي جي لإماطة أي أذى عنهم. لدينا هنا رشاش يدوي لونسامان متصل بمحور دوار أنغولور فليكسيبل، بالإضافة إلى صندوق الخلفي المتوفر على جميع الملحقات الإلكترونية، مع صندوق التحكم اليدوي من الخلف. كما يوجد لدينا هنا مخرج مباشر لإفراغ الخزان بدون مضخة سون بومب. أما في هذه الجهة فتوجد لدينا المضخة متصلة بمرشح أسفلت فيتخ دو بيتيم، مع صنابير يدوية التحكم لفان مانيويل، مع وجود مخرجين إضافيين لملء وإفراغ الخزان عن طريق المضخة لبومب، مع وجود صندوق محكم الإقفال للحفاظ على معدات العمل من الضياع. أما بهذه الجهة الأخرى فكذلك يوجد لدينا صندوق محكم الإقفال، يتوفر في الأمام على طفاية الحريق للحالات الحرجة جدا. أما في الوسط فيوجد لدينا خزان الزيت ريزيرفوار هيدروليك، يحتوي على مؤشر المستوى انديكاتور نيفو، مع مرشح الزيت فيلتخ هيدروليك، ووجود خزان للهواء ريزيرفوار دير. وفي الأخير يوجد لدينا خزان من البنزين ريزيرفوار غازوال، سعتها 100 لتر، متصلة مباشرة بالحارق وتكفي ليوم من العمل.
تقريبا. كما تمت إضافة بعض الأكسسوارات كالصندوق البلاستيكي وخزان إضافي للهواء، بالإضافة إلى طفاية الحريق وزنها 9 كيلوغرامات، وهي في متناول مساعد السائق. كما لاحظتم حاولنا اختصار مواصفات أفريك سباير حتى لا نطيل الوصف. أود أن أشكر كل من ساهم في هذا المنتوج المغربي الصنع وتوفيره في الأسواق وبأثمنة مناسبة. ولمزيد من المعلومات اتصلوا بنا، نحن رحنا إشارتكم. أما في الأخير ننتظر ملاحظاتكم تشجيعاتكم للإعطاء المزيد، وشكرا لكم والله ولي التوفيق.